السلام عليكم مواليا اصحاب الطيور. اليوم الموضوع ديالنا هو مراقبه الطيور عن بعد. هذه الكاميرا هذه كتسهل لنا بزاف ديال الاشياء، متعدده الاستعمالات. كاين بزاف ديال الاشخاص اللي كيبغيو يراقبوا الطيورات ديالهم ولكن ما كيصلح لهمش نظرا للعمل الدراسه او بعض الاشياء. هذه الكاميرا هذه كنحاولوا اننا نشريو هذه الكاميرا هذه. كاين بزاف ديال انواع ديال الكاميرات متعدده الاختصاصات اللي كنبغيو اننا كما تنقولوا حنايا ناخذوا في الكاميرا هو نشوفوا كاميرا اللي عندها رؤيه واضحه اللي تسهل لنا الاموريه. هاد الكاميرا هادي كنبرونشيوها في الويفي مع الويفي في الدار وكنحطوها في الغرفة ديال الطيور أو المحل ديال الطيور أو المكان ديال الطيور. كنحطو هاد الكاميرا هادي وكنبداو نراقبو الطيورات ديالنا عن بعد. كنديرو كنانستاليو لابليكاسيون ديال الكاميرا وكنبقاو نراقبو الطيورات. كنراقبو التحركات، كنراقبو المخاطر، كنراقبو حتى بعض الصريخات اللي كيتعرضو لهم الطيورات. وهذه كتسهل علينا الأمورية وكتخلينا أننا نراقب الطيورات وحنا في يعني بحال رحنا تقريبا جالسين معاهم يوميا وحنا عن بعد. والميزة اللي في هاد الكاميرا هذه هو أنها كتسجل التصاور وتصيفطهم على راس 10 دقائق، وكتسجل فيديوهات وكتصيفطهم على راس 10 دقائق. بعض المرات ربما يقدر يوقعوا بزاف ديال المشاكل كالسرقات بزاف ديال المسائل، وكتمكننا اننا نشوفوا الطويرات ونرتاحوا من الناحيه ديالهم. كما كتشوفوا في الفيديو راني قمت بتسجيل مقطع من المقاطع. كما كتشوفوا هذا حاليا فيديو من الغرفه ديال الطيور ديالي، انا راه كنتحكم بها عن بعد يعني بعيد عليها، وكنتحكم وكنشوف الطيورات ديالي وكنلاحظهم وكنزومي. يمكن لك تزومي، يمكن لك تشوف لي من اليسار الفوق لتحت، يعني الكاميرا كدور 360 درجه وكتسجل مقاطع فيديوهات وكتسجل صور وكتصيبتهم لك الايكلود ديالك. ربما يدخل شي صريق او تعرض انها تحرق هاد الكاميرا ولا توقع لها واحد المشكل، كتخلي لك واحد المقاطع اللي هي صورتهم كفيديوهات، مقاطع صغيره فيديوهات وكصور صغيره وصيفطاتهم لك. ربما تقدر انك تحتاجهم. كما كتشوفوا انا كنكونت حاليا في العمل ديالي او في مكان اخر اللي هو بعيد، وكنبقى نراقب الطويرات ونراقب التحركات وكنشوف واش كاين شي خاطر عليهم، واش نسيت شي واحد بلا ماكله، واش نسيت شي واحد بلا ما. وعندها انها الميزه اللي فيها هو انها كتصور الكاليتي هاش دي، رؤيه واضحه لا بالليل ولا بالنهار، وهذه كتسهل عليا بزاف ديال 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 الاموريات. وهاد المقطع اللي هو ديال الفيديو اللي هو صغير بغيت نشاركه مع الاخوان، حيت بزاف الاخوان سولوني على هاد القضيه هذه، كيفاش انك كتكون في العمل مده طويله وكيفاش كتدير تراقب الطيورات ديالك. وحاولت انني ندير هاد الفيديو اللي هو صغير ومبسط وشرحت فيه باختصار. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واللي بغى شي حاجه يدوز للبريفي. مرحبا.